مرحب بحضراتكم. شبابنا جاي النهارده من كل الجامعات المصريه علشان يقدم لنا نوع من انواع الفنون اللي بيعكس الحياه الثقافيه للمجتمع. هنا في مهرجان ابداع، مهرجان ابداع الموسم التاسع واللي بيقام تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، والدعم كامل من الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. النهارده معادنا مع مسابقه الفنون الشعبيه. مسابقة الفنون الشعبية بيشارك فيها 13 جامعة متخصصة وغير متخصصة من كل الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، وبيتنافسوا على جوائز قيمتها 792,000 جنيه. جوائز مسابقة الفنون الشعبية بتحمل اسم الدكتور حسن خليل، وهو من أسس الفرقة القومية للفنون الشعبية. حسن خليل، الفن الشعبي وروح البلد. استطاع الفنان حسن خليل أن يسجل بصمته الخاصة في عالم الاستعراض. استقر الرقصات والحركات الاستعراضية من الثقافة الشعبية المصرية بكل مكوناتها ليعيد تقديمها في شكل بسيط محبب. انشغل بالتعبير عن المشاعر الإنسانية بطريقة حساسة وشفافة من خلال الحركة. امتلك الفنان الكبير حسن خليل الممثل ومصمم الرقصات ومعلم الرقص موهبة استثنائية في مجاله. عاش خارج مصر لفترات طويلة محكما ومعلما وأستاذا لفنون الاستعراض. حسن خليل مواليد محافظة المنيا عام 1938. من أشهر أعماله تصميم استعراضات أفلام العتبة جزاز والظريف والشهم والطماع، فيلم شهيرة ومبروك جالك ولد. هو صاحب دور الصياد في الاستعراض الشهير صغير على الحب. أخرج العديد من الأعمال المسرحية والسكتشات الاستعراضية، آخرها مسرحية علي بابا والأربعين حرامي. خلونا في البداية وقبل انطلاق اليوم من مسابقة الفنون الشعبية نرحب بأعضاء لجنة التحكيم. دكتور عاطف عوض عميد المعهد العالي للباليه، ودكتورة نهلة إمام أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية، ودكتورة نيفين الكيلاني عميد معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون. وبنطلب منهم في البداية وفي أول يوم في مسابقتنا إن هم يوجهوا كلمة للشباب اللي مشارك معنا. مبروك عليكم الموسم التاسع، وأنا بتمنى للولاد. أنا في كل السنين اللي فاتت كان في منافسة كبيرة جدا جدا جدا، وأنا كنت دايما بحس إن في تطور كبير جدا من كل الفرق المشتركة والجامعات، وبقوا متميزين جدا جدا جدا. فأنا بتمنى لهم التوفيق والنجاح، وإنه يعني السنة دي يعملوا حاجة مختلفة عن كل السنين اللي أنا شفتها قبل كده. تسع سنة تعني بالنسبة لي نجاح، الاستمرارية في حد ذاتها نجاح. فرق جديدة بتظهر، فرق كانت مشاركة قبل كده ومصرة على إنها تحصل. في رأيي من متابعتي للمسابقة كل المشاركين فائزين، مش احنا هندي يمكن مضطرين ندي جوائز لأحسن الفرق، لكن مجرد المشاركة هو نجاح. نجاح 13 جامعة بندعو لهم كلهم ان هم يتوفقوا في عرضهم، انهم يعبروا عن ثقافة بلدهم، عن عاداتها، عن تراثها اللي هم بيحملوه بقالهم آلاف السنين وجايين النهاردة يقدموه لنا. بتمنى لهم كلهم التوفيق. كل سنة كل مرة كل سنة باجي فيها التحكيم بتاع الجائزة بشوف عدد أكبر من المبدعين من الشباب، مع كل سنة بيزيد الأمل في وجود أكبر عدد من المبدعين، ونتمنى لكل المتقدمين للمسابقة النجاح والتوفيق وبداية مستقبلهم من مسابقة إبداع.
وسط تألق كبير لشباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، أقيمت مسابقة الفنون الشعبية على خشبة مسرح المدينة الشبابية بالإسكندرية بالموسم التاسع لمهرجان إبداع. ومن خلال أزيائهم الرائعة ورقصاتهم المميزة، تبارى المتسابقون في تقديم ألوان من الفولكلور اللي عكست أشكال من التراث الفني والإنساني للمصريين. أداء الفرق المشاركة في فعالية مسابقة الفنون الشعبية خلق حالة من الحفاوة والبهجة بين المشاركين، ورسم البسمة على وجوه أعضاء لجنة التحكيم. يلا بينا نبدأ مع حضراتكم مسابقتنا في الفنون الشعبية مع شباب جامعة سوهاج، واللي هيقدموا لنا تابلو نجرشاد من التراث النوبي، وتابلو العصا من التراث السوهاجي، وتابلو نغم الربابة من التراث المصري الأصيل. تصميم محمد الليثي وتدريب أحمد لطفي، مدير الفرقة أحمد قيس. وما تنسوش شعارنا في مهرجان إبداع الموسم التاسع، مع إبداع حقق حلمك. سلام يا لون لونا يا لون لونا، يا سلام يا لون لونا يا لون لونا، هلا 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 لون يا لون لونا يا سلام يا لون لون يا
ما شاء الله بلي دا دوسن بلي انت تدر لنا انت نقراش لنا دودودونا حيرونا دودودونا حيرونا سلاتمونا الله درنج جونا الله ما شاء الله بلي دا دوسن بلي انت تدر لنا انت نقراش لنا دودودونا حيرونا دودودونا حيروا سلاتمونا درنج جونا الله ايه ما شاء الله بلي دادا دوسم بلي انت تدر لنا انت نقراش لنا دودودونا دودودونا حيرونا سلاتمونا الله ايه درنج جونا الله ايه
جمالو سيد ربا سيد را سيد را سيد ربا جمالو سيد ربا سيد را سيد را سيد ربا جمالو سيد ربا سيد را سيد را سيد ربا جمالو سيد ربا سيد را سيد را سيد ربا جمالو سيد ربا سيد را سيد را سيد ربا جمالو سيد ربا سيد را سيد را سيد ربا جمالو سيد ربا سيد را سيد را سيد ربا سيد ربا سيد ربا سيد را سيد را سيد ربا لسه مكملين معاكم فعاليات مسابقة الفنون الشعبية وبنتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. فاصل علشان على طول هنواصل. إبداع حقق حلمك. على الرغم من أن المسابقة ما فيهاش غير بس ثلاث جوائز، أول وتاني وتالت للجميع المتسابقين، ولكن الاشتراك بحد ذاته في المسابقة يعتبر خبرة كبيرة للشباب، واللي ما بيحالفوش الحظ أنه يفوز بمركز من المراكز بيعتبر مشاركته لوحدها في المسابقة نوع من أنواع التميز اللي حصل عليه، ويحالفوا الحظ إن شاء الله في السنوات التالية أنه هو يفوز بمركز متقدم في المسابقة. سنة ورا سنة بنكون معاكم هنا، ويوم من بعد يوم بنستنى النجوم، نجوم في سمانة تظهر، ويوم عن يوم بتكبر في القصة وفي القصيدة والمسرح والجريدة وفنون كتيرة غيرها. نجومنا هي خيرها، امسك قلمك اعرض فنك، الموهبة هتعبر عنك انت وغيرك، تلقى مصيرك، نجمك يعلى وتسبق جيلك. مع إبداع حقق حلمك.
خد معاك الحكاية وافهم معايا معانيها. مراكب الفرح جاية جايبة حبيبي وسطيها. أرضك صما وحواليك لما من الأزهار بينشدوا لك ويغنوا لك عالمزمار. أرضك صما وحواليك لما من الأزهار بينشدوا لك ويغنوا عالمزمار. يا وردية ما تتبال يرمو وانت يا نعنع يشلو. يا وردية ما تتبال يرمو وانت يا نعنع يشلو. تصعب عليا يا ما تتباع يا نعنع يا نعنع
جرجال وسهاج والبليانة. يا بوي سهاج والبليانة جرجال وسهاج والبليانة. يا بوي سهاج والبليانة. وسهاج والبليانة مع حضراتكم بقية فعاليات مسابقة الفنون الشعبية، وبنتمنى فيها الحظ للجميع، فتابعونا. سنة ورا سنة بنكون معاكم هنا، ويوم من بعد يوم بنستنى النجوم. نجوم في سنانا تظهر، ويوم عن يوم بتكبر في القصة وفي القصيدة والمسرح والجريدة وفنون كتيرة غيرها. نجومنا هي خيرها، امسك قلمك اعرف فنك، الموهبة هتعبر عنك انت وغيرك، تلقى مصيرك نجمك يعلى وتسبق جيلك، مع إبداع حقق حلم. مهمتها الحقيقة بجد صعبة، وعشان نختار لازم نطلع أحسن. هل هم دول بس الكويسين؟ أبدا. أنا رأيي إن كل واحد وكل فرقة تكبدت المشقة في إنها تجمع عن تراثها وإنها تتعرف عليه وعن رقصتها هي فائزة. السنة اللي فاتت ناس فازت، إن شاء الله السنة دي ناس جديدة وبعدها ناس جديدة. دايما إحنا فايزين، إحنا فايزين طول ما إحنا بنشارك، طول ما إحنا بنجيب ناس جديدة تقدر تنضم. بنلاحظ إن في بعدها من الجيل اللي اشترك قبل كده، لكن بيتعاملوا الفرقة بعناصر جديدة، وده في حد ذاته نجاح. فكلكم ناجحين، كلكم فايزين، كلكم السنة دي معانا إن شاء الله هتتبسطوا. أهم حاجة إن إحنا بنستمتع باللي إحنا بنعمله، وإن إحنا بندرس وبنقرب من بلدنا أكتر. كل سنة وأنتوا طيبين، وكل سنة وأنتوا فايزين.
أنا قلبي داب وحب تاني حب غير الأولاني. أنا قلبي داب وحب تاني حب غير الأولاني. كل ما أقول يا رب توبة أرجع لشوق الأولاني. كل ما أقول يا رب توبة أرجع لشوق الأولاني. وتاني تاني 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 يا قلبي حط الحمام جوا البناني قال عطشان اسقيني تاني. حط الحمام جوا البناني قال عطشان اسقيني تاني. بعد الشقا هرتاح يا روحي الاقي روحي مغلباني. بعد الشقا هرتاح يا روحي الاقي روحي مغلباني. وتاني تاني 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 يا قلبي هدي الخطوي يا غزال هدي ارمي السلام وانت معدي. هدي الخطوي يا غزال هدي ارمي السلام وانت معدي. اسال عليك ولا تسالش ما كانش عشمي ولا ودي. هدي الخطاوي هدي الخطاوي هدي الخطاوي يا غزل هدي. هدي الخطاوي يا بلدينا يا كلوب بجايد في رتينا. هدي الخطاوي يا بلدينا يا كلوب بجايد في رتينا. على الحبايب يا منادينا على الحبايب يا منادينا. هدي الخطاوي هدي الخطاوي هدي الخطاوي يا غزل هدي. هدي الخطاوي وامشي على مهلك واسمع يا حلوة مندالك. هدي الخطاوي وامشي على مهلك واسمع يا حلوة مندالك. عايزك تعرفني بأهلك عايزك تعرفني بأهلك. هدي الخطاوي هدي الخطاوي هدي الخطاوي يا غزل هدي. هدي الخطاوي يا غزل هدي ارمي السلام وانت معدي. هدي الخطاوي يا غزل هدي ارمي السلام وانت معدي. اسال عليك ولا تسالش ما كانش عشمي ولا ودي. هدي الخطاوي هدي الخطاوي هدي الخطاوي يا غزل هدي. هدي الخطاوي يا غزل هدي هدي الخطاوي يا غزل هدي هدي الخطاوي يا غزل هدي. هدي الخطاوي يا غزال هدي ارمي السلام وانت معدي. هدي الخطاوي يا غزال هدي ارمي السلام وانت معدي. اسال عليك ولا تسالش
ما كانش عشمي ولا ودي. هدي الخطاوي هدي الخطاوي هدي الخطاوي يا غزل هدي، 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 هدي الخطاوي يا غزل هدي. انا بس عايز اسالك، انت بقالهم قد ايه الولاد دول بيتدربوا؟ هم ليهم تقريبا شهر ونص، بس طبعا تخللها امتحانات الترم الاخيره فكان في عقبه جمعناهم، خدوا اسبوع بعد الترم، الترم خد 25 يوم ما كلش قبل البروفات عشان نطبق الامتحانات. جمعنا قبل الترم باسبوع او يعني اسبوع 10 ايام عشان نقصدك وحسيتك، وحاولنا ان احنا نذكرهم وكده يعني. طيب وحضرتك المصمم والمدرب ولا في مصمم؟ المدرب وفي مدرب. الاستاذ احمد لطفي موجود. انا بحيي الفرقه الموسيقيه، كانت هايله، هايلين، كنتوا هايلين، مزيكا تمام. عاد حكايه الاورج ده اللي بيعزف، عاد حكايه الاورج ده الربابه اللي بيعزف الربابه ده جديد ماشي، يعني من الربابه احلى، من الربابه احلى، بس ماشي. بص يا احمد، المشكله عندك انت يا احمد، مين حضرتك المصمم مش كده؟ انت اللي عندك مشكله يا احمد مش الولاد، لانه هما ما بيرقصوش مع بعض، ما بيرقصوش مع بعض، دايما حد بيبص على حد، حد مش حافظ كويس، في حد دايما بيسبق. يعني من اول ما ابتدينا في النوبه كان في واحد بيشتغل سولو، يعني كلهم بيلفوا يمين هو بيلف لوحده شمال، مش عارف مين فيهم بصراحه كويس، بس كان في واحد طول الوقت عامل سولو مع ان هي الرقصه ما فيهاش سولوهات. التصميم كويس، الولاد والبنات كويسين برضو، البنات هي نفس المشكله يا احمد عندك انت، المشكله عندك انت مش عنده. ايوه ابعد عنه. ليه؟ لانه البنات في واحده بتطلع لقدام وهي المفروض تطلع ورا، بيبان وبتتلخبط، والولاد نفس الحكايه. دي حاجات لازم تقعد، انت لو كنت بتتمرن شهر ونص بس كفايه يعني. انا مش هلوم الولاد، لان دي مشكلتك انت مش مشكله الولاد. ليا بس ملاحظتين صغيرين. الاولى انكم محتاجين المزيد من الاهتمام بالتفاصيل في الاداء الحركي، يعني البنات بالذات الحركه واحده بتعملها يمين والتانيه شمال، حتى ميل الجسم مره يمين ومره شمال، واحده بتبدا الخطوه بالرجل اليمين واللي وراها بتبدا بالرجل الشمال. محتاجين تعيدوا على توحيد الحركه، تعيدوا على الاتجاهات بتاعت جسمكم. بالنسبه للرقص بتاع البنات، في واحده فيكم لابسه ساعه لفتت نظري وشدتني خالص بره المود بتاع الرقص تماما، مش عارفه مين فيكم في انه رقصه، لقيت ساعه كده بتلمع في الايد. فطبعا ده الكلام ده زي الكلام اللي قاله الدكتور عاطف بالظبط، الالتزام في الشكل مهم جدا، لان اي حاجه بتشد عين المتفرج بتخرجه من المود بتاع الجو العام بتاع العمل الفني، ويبتدي يدور على الاخطاء، يعني بتشد عين المتفرج للخطا، فدي حاجه مش كويسه. جايزه ابداع لما يعني انا حضرت فيها اول مره من حوالي 6 سنين، اول حاجه اتقالت فيها ان هي بترجع الروح بتاعه التذوق الفني في الجامعات، ده كان الهدف منها، مش الهدف منها ان انا الم الناس واصمم رقصه وادربهم في اسبوعين ثلاثه عشان ابقى اشتركت في الجايزه، وانا عارف من السنه اللي قبلها ان هيبقى في السنه اللي بعدها جايزه برضه. الهدف مش انكم تشاركوا في المسابقه عشان تاخدوا الجايزه، الهدف ان ننمي الحس الفني والثقافي عند شباب الجامعات بانهم يبدعوا ويتذوقوا الفنون طول السنه، والاشتراك في المسابقه ده في حد ذاته الجايزه بتاعه الاجتهاد طول السنه في ان هم بيطلعوا الطاقه والموهبه والابداع بتاعهم
إذا كان في رأس أو في غنى أو في رسم أو في أي تخصص تاني من الفنون. الفكرة بالنسبة لي أنا كمان إنه لما أقول الفن الشعبي إحنا مش كل مرة هنبتدي من الأول العصاية والحاجة مكررة، لكن أنا بفكر في إن إحنا ليه ما بنعملش بحث. انتوا زمانكم احسن كتير من غيركم بالانترنت كده، انا ادخل اعرف النوبة بتلبس ايه، اتعمل كتير جدا، والفرقة القومية وفرقة رضا، حتى دراسات اتعملت عن المناطق اقدر اعرف معلومات، لان هدفي كمان ان اخلي الطالب ده والباحث ده ان هو يعرف شوية عن بلده، عن المناطق اللي هو بيقولها. طبعا لبس النوبة مش لبس النوبة خالص، فانا زعلت يعني. طبعا القميص كله بتاع، بس فيه جرجار للبس النوبة، في العمة النوبي دي حاجة، ده رمز مهم جدا جدا. الطاقية كانت هايلة، لكن العمة النوبي على فكرة ليها رمزية ثقافية مهمة جدا جوه المجتمع النوبي. أنا عايزة أقول لكم معلومة، الرجل في النوبة لو زوجته توفت ما يغيرش العمة 40 يوم، وهم شعب نظيف جدا جدا جدا، ولكن يتباهى بأنها مش نظيفة عشان حزنه. فإذا اللبس ما هوش لبس، هو حامل للثقافة. فأحب أن المسابقة تحفزنا شوية على أننا ندور على المعاني الثقافية لكل حاجة احنا بنعملها. تابلو الثالث هو كان الهدف أنه هو تابلو حر، يعني حضرتك حر تاخده برضو فن شعبي، تاخده معاصر، تاخده من الوطني، إرهاب، حب، زي ما انت عايز. انتوا اخترتوا انه يكون من البيئة الصعيدية، وانا احييكم. انتوا شفتوا موكب الملكات، انا فرحت ان الربابة كانت في الأوركسترا، وحسيت ان انتوا عندكم النهاردة وانتوا بتقدموا لنا الربابة تاني ان في استشراف، انتوا عارفين انها تستحق انها تبقى بطلة عرض تاني. فانا بحييكم على اختيار عنصر ثقافي موجود عندكم. انا حسيت بالرأس، ويمكن دكتور عاطف اصدق مني ويقدر يحلل ده اكتر، هو في كسل، انا ما حسيتش بحماس. يعني الناس مش، يعني احنا عارفين الصعيدة لما كانوا بيطلعوا كده كانوا بيولعوا المسرح، لا انتوا شوية موظفين كده بنأدي الدور وجايين علشان خاطر نعمل الحاجة في وقت محدد وناخد الجايزة. تابعنا مع حضراتكم النهاردة منافسات اليوم الأول من مسابقة الفنون الشعبية واللي قدموها لنا فريق وشباب جامعة سوهاج. بنتمنى لكل شبابنا اللي مشارك في مهرجان إبداع الموسم التاسع كل التوفيق، وما تنسوش شعارنا مع إبداع حقق حلمك. جايين نرسم حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناحك طاير في السماء يا حمام. حوادث بتجيب حوادث أحلى، والكنز بيفضل في رحلة، بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. جايين نرسم حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناحك طاير في السماء يا حمام. حوادث بتجيب حوادث أحلى، والكنز بيفضل في الرحلة، بنغني بقالنا سنين كمان هنغني سنين قدام. أصلها إبداع، كل الحكايات بدأت من هنا، يا ما الحكايات أنواع. جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. أصلها إبداع، كل الحكايات بدأت من هنا، يا ما الحكايات أنواع. جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. ده اللي في بالك حالا فكرة، هيكون أول سكة بكرة، افرد حلمك على قد الدنيا، الدنيا تساع. أصلها إبداع،
بعيد أصلها إبداع. كل الحكايات بدأت من هنا ما الحكايات أنواع. الحكايات أنواع جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام.